من فضلك برك شفنا هذه حقوق الملف اللي انت درت لها عليها رومارك اللي راه فيها كاتبين فيها 2000 دينار، اسكو هذه تعتبر مخالفه؟ تعتبر مخالفه في حق القانون. هذه اسمها راه يفرض على المستهلك تاعو باش بالسيف يشري بالتقسيط، ما باسكو ما راهش يبيع بالبيع العادي. قال يدخل المستهلك يشوف السلعه يقتني السلعه ويروح، راه يقول له تشري بالسيف بيع المشروب بالتقسيط ونزيد نفرض عليك 2000 دينار تاع، وهذا غادي نحرو ضد المخالفه وغادي يتعرض للغلق الاداري. واسكو من فضلك اسكو من حقه يخلي الوثائق تاع الزبون يخليهم عنده؟ درك هذه لازم له رخصه. يعطيك الصحه. هو مادام راه عنده ريجيست كوميرس تاع البيع فقط وما عندهش تاع البيع بالتقسيط، اسكو عنده لو دروا باش يخلي عنده وثائق تاع الناس؟ لا ممنوع، باسكو ديجا ما راش يمارس في نشاط قانوني باش يفرض عليك البيع المفروض والمشروط بالبيع بالتقسيط يجبر عليك الملف. انا شركه الباص نعطي له انا ملف وما راش عنده وثيقه اداريه من عند هيئه مكلفه باش تعطي له باش يشد الملفات تاع الناس. بارك الله فيكم. من فضلك انا كمواطن كي غادي ندخل نبغي نشري حاجه ولا كليماتيزور ولا نبغي نشري ماشينه لافي ولا حاجه ويقول لي راه يبيع بالتقسيط وانا راني رافد الدراهم كاش، اسكو يحق له هذا الشيء هذا ولا ما يحقش؟ سهله، تتجه دير مدير التجاره المفتش التجاره قال قدم البلاغ بلي ان السيد هذا راه يفرض عليا وهنا بيع مشروط وحنا نقوم بالاجراءات الاخرى. والاجراءات واش هي؟ اجراءات الغلق الاداري ومخالفه للعداله، فرض السلطه وحده هنا دير قانون من روحه. انت حقوق الملف هذه تاع 2000 دينار منين جابها؟ لازمها رخصه باش يدي هذا بريستاسيون سيرفيس تولي ثاني هنا الخدمه تاع الملف يخلص عليها. المهم هذا غادي يتعرض للغلق الاداري والسلام عليكم.